تناصر السينمائية الكوبية الشابة كلوديا كالفينو حرية التعبير في بلدها، وهي الآن تتطلع إلى إطار قانوني للسينما المستقلة في بلدها الذي يقبض على مفاصل حياته الحزب الشيوعي الحاكم منذ نصف قرن ويوجه الإنتاج الفني فيه. ويعبر نشاط شركة الإنتاج الجادة الخامسة التي أسستها عن توجه جديد ظهر في السنوات الأخيرة لتمويل أفلام خاصة تثير أسئلة دون أن تنتقد صراحة النظام الشيوعي. السينما المستقلة في كوبا بخلاف ما هو الحال في دول أخرى لا تتمول من مؤسسات الدولة المعنية بالإنتاج السمعي والبصري. فبعض الإنتاجات استفادت من موارد شخصية جمعت شيئا فشيئا، وإنتاجات أخرى استفادت من تمويل خارجي ومن برامج دعم للأعمال السينمائية بحسب كالفينو. وتمثل كلوديا كالفينو توجها جديدا في السينما الكوبية يختلف عن رصانة منتجين مثل كاميلو فيفيس منتج فيلم فريزا الشوكولاتي في العام 1993 وفيلم سويت هابانا في العام 2003 والذي توفي في العام 2013.